يا شباب، الاخبار؟ الصحه والامور ان شاء الله خير. الليله حنعمل فلوق في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا الجنوبي، وعندنا مناقشه اصحابنا في قسم الهندسه النوويه. خليكم معنا. اها شباب، دوركم. وانا واحد لك اخر لهم يوم في الجنوبي، مستعدين ايمن. مستعدين لاخر لحظه. صديق بتقول ما تعرفك ونكون خريجين ثاني. تمام. يو ما شايف. باشمهندس صديق، الله يا احمد، الله السلامة، الله السلامة. وصلت الجنوب يا جماعة، اللي هذا الهندسة يا جماعة. احنا في الجامعة، وصلنا الجامعة، معنا الشباب الخريجين. تعظيم ده الجنوب يا جماعة، دي الهندسة الإلكترونية والمكتبة. باشمهندس أيمن، باشمهندس أحمد وصديق. ها يا جماعة، عليكم الله. شعوركم شنو قبل المناقشة؟ لا لا والله شعور جميل، إنه آخر يوم بعد 8 سنة. الحمد لله 8 سنة من الغرق. 8 سنة من الغرق والله. بينك من الغرق الله يمرك. نمرك بس دعواتكم في المناقشة. نصايحكم لنا احنا، الناس اللي لسه ما تخرجوا. والله الناس تجتهد بس ما تضيع الزمن، اهم حاجه الزمن. في نفس الوقت تركز على المجال حقها، هي المجالات اللي هي دائما تكون في السوق، مجال عملها واسع، مجال عملها ضيق. نووية كيف؟ لا النووية دي مجال قدام ما شاء الله، يعني محصور باقي لي قدام. نتمنى انه يتوسع والسودان يبدا في المجال النووي. احمد كفايه مراجعة رايك. والله رايي إنه الناس بس يعني تطور مجالها وتسعى إنها تشتغل في مجالها عشان ما تكون ضيعت السنين بتاعتها دي كلها في إنه تشتغل بس في مجالها، عشان هو من بداية قرايته أصلاً قارئ عشان يشتغل في مجاله. تطور الإنجليزي دي بحاجة. ده هندسة الطيران، اسم طيران. شباب الاخبار، النازل في المناقشه دخل بس في المناقشه، فانا طلعت برا اشرب لي يعني نسكافيه ولحد ما ينتهوا من المناقشه، لانه ما بيسمح لك تصور جوه في المناقشه. المناقشه يعني بتكون مقفوله بس في الطلبه والناس المشرفين، فنحن بنكون مستنينهم برا ان شاء الله وربنا يوفقهم. دي المكتبه، المكتب العام في كليه الهندسه. ده قسم الهندسة الإلكترونية، قسم الهندسة الإلكترونية. أخونا باشمهندس وليد علي، هندسة مساحة. يا جماعة، وليد ده بعدنا هندسة مساحة خريج. أخونا وليد كيف الأحوال؟ اتصل لوليد الثاني هندسة إلكترونية قرية جامعة الجزيرة. طيب، دي المراسم بتاع قسم المعمار. ده مجمع هاشم علي سالم، مجمع بكالوريوس التكنولوجي والبي تك. طيب يا جماعه، لو شايفين الطائرات الواقفه دي بتدرب على ناس هندسه الطيران، شغل ميكانيكي وشغل بتاع المكان وكده. ده قسم هندسه الطيران، قسم طيران. بعد معاناه كبيره مصطفى يا باشمهندس، الله يبارك. ايوه احضر ما قبل المناقشه. دائما مجتهد يا احمد، مجتهد. نشكر باشمهندس على عبدالله كلنا المناقشه الحقيقيه، فلنا جزيل الشكر يعني. الله يعافيك. نور الاخبار؟ طيب لحاشنو دخلوا؟ طيب، ده قسم الهندسه الميكانيكيه وقسم الهندسه المدنيه. فوق قسم العلوم العامه. فوق قسم العلوم الاساسيه.
ده قسم الهندسة الطبية والحيوية وقسم الجيوديسيا قسم المساحة بتحدي شو؟ ده العمارة عمارة كهرباء ايه؟ قسم هندسة الغوة والميكانيكا هندسة الكهربائية تحكم ده المرسم يا جماعة طلع بيه الرسم الهندسي اسمه النادي ده شكل الجامع ده المسجد يا جماعة المسجد هنا دي يا جماعة ورش ده ورش ميكانيكا الآلات قسم الميكانيكا ده هنا معمل المعادن ده معمل ميكانيكا المواد وورشة البرادة وأعمال الصيد دي هنا ورش التبريد والتكييف ده هنا معمل التحلل الوقود الحيوي وده التصميم والتصنيع معمل الحراريات دي ورش السيارات يا جماعة ورش السيارات واسم الهندسة الميكانيكية أبشر أيمن أبشر 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 يا صديق أبشر حبيب. إن شاء الله إن شاء الله أبشر. قدامك تاني المسجد بعد الغاضي قدامك تاني المسجد. وليد بوصف لوليد يا جماعة. كريم ننظرنا السيد الباشمهندس وبيدا خريج الهندسة النووي. طريقنا ماشينا نقابل البرلوم وليد لأنه ما بعرف المكانات ماشينا نستقبل من هناك. طبعا ده الباشمهندس وليد. خريج الكترونيات جامعة الجزيرة شرفنا كثير في الجنوبي يا ولي الامور يا اخي ساعتين منتظرين النقاه التسلم الحلو لازم ميت انا لازم تخليهم نبدا الاخبار شنو؟ ان شاء الله بخير الله طيبين يا اخي موفق يلا يا شباب يلا احمد التوفيق يا التوفيق يا صديق صديق التوفيق يا جماعة لسه في المناقشة نحن في الانتظار انتظار الناس الجماعة دول كلهم منتظرين الجماعة يطلع من المناقشة يوصلون المكانات الأخبار يا تفضل تفضل يا تفضل يا خالي ابو علوة وخالد حبيبي ما شاء الله الله لازم عديلة بوري يلا يا شباب اخبارك صحه وليد تعمل الجنوب ابو علوة مبروك يا احمد ابو بيدا اقباك منه يلا يا علي جيب الحلاوه امشي مبروك يا خالد الله يبارك فيك احمد عثمان مبروك يا وليد مبروك مبارك يا اخي الله يبارك فيك يا القاهره
قلبي مبروك قلبي مبروك كده يا جماعة نقول شنو مبروك ألف مبروك الله يبارك فيك يا الله يلا أبشر الله أبشر 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 حبيبي حبيبي يا إنت طيب يا جماعة قسم الهندسة النووية ده من التخصصات النادرة جدا هنا في السودان وموجود بس في جامعة السودان لكن في الفترة الأخيرة القسم ده وقف الهندسة النووية وقفت لأنه ما بتوفر يعني المفاعلات البحثية هنا ماشي فهسي الدفعة دي بعد 2014 دي لما مشوا عملوا لاب في مصر هناك في معهد الطاقة الذرية تقريبا في مصر واشتغل في المفاعل النووي أو البحثي حتى قدروا يكملوا الساعات بتاعت البكالوريوس بتاعهم حتى جوا يتخرجوا يعني هسي الناس بعد 2014 دي لهم كانوا قرابة 8 سنة من تكفيلات بتاعت الجامعات أصلا اللي هي بأحداث البلد بالإضافة للمشكلة في تخصصهم هو التخصص ده نادر في السودان يعني لأنه أصلا ما في مفاعلات بحثية ما في امكانيات لانه المهندس النووي يدرس هندسه نوويه في جامعه السودان هنا طبعا للناس باشمهندس وليد الاخبار ادينا نبذ عن المساحه هندسه المساحه طيب بالنسبه للناس اللي ما عارفين المساحه يعني شنو قسم المساحه تعتبر من اهم الهندسات في كل تخصص يعني بصوره عامه كده يعني هندسه مساحه يعني شنو انا لازم اكون الأول في أي مشروع هندسي طبعاً زي ما عارفين الناس ما عندها فكرة وما عندها خلفية كافية عن المساحة فالمساحة دي من أهم العلوم في علم الهندسة والمساحة بتشمل لي علوم أخرى زي علم زي الهندسة زي القانون زي لغات البرمجة كل الحاجات دي بتدخل لي في المساحة وتنقسم المساحة بعموم كده لثلاثة تخصصات هندسة مساحة الجيوديسيا وعندنا تخصص الجي اي اس وعندنا تخصص الار اس وهو ريموت سنسر للسجائر عن بعد فرص عملك ايه؟ فرص عملك والله فرص عمل من اكثر الفرص المتوفرة حاليا في سوق العمل هندسة المساحة يعني بيقى المساح هو زول يعني زي نقوله البوصلة اللي بتديك الاتجاه لأي مشروع هندسي يعني كل التخصصات وكل المشاريع الهندسية ما لم تكون بادية بالمساحة فهي بتعتبر مشاريع فاشلة يعني. خصوصا في المدنية والعمارة خصوصا في شغل الإنشاءات في شغل الطرق في شغل التخطيط لأنابيب بترول لسكك حديدية كل يعني كل المشاريع الهندسية لازم ولا بد من نخش فيها موضوع هندسة المساحة تمام يا أيمن كيف الهندسة النووية كيف يعني هندسة يعني شو هندسة نووية هندسة نووية طيب كقسم هندسة نووية جزء من قسم الهندسة الكهربائية مختص في السودان عموما مختص بإنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية فالقسم هنا يدرس الرياكتر كتصميم من البداية أول بدرس دورة الوقود بعد ذلك يدرس الرياكتر عشان يتنفس والأمان كيف إنه يكون الرياكتر ده آمن بالنسبة للبيئة الانفايرومنت وبعد كل الإجراءات دي إنه المجال في السودان هنا محتاج مننا نبذل جهد كبير يعني لأنه البداية صعبة فيه صعوبات مواجهانا في الجامعة وكذا طيب القسم ده القسم ليه وقف في الجامعة؟ القسم وقف في الجامعة بالنسبة للصعوبات اللي قلت لك واجهتنا يعني لابات ما متوفرة يعني أقل معمل صغير اللي هو ريسيرش رياكتر اللي يجري فيه تجارب ده أهم معمل اللاب المشيت لمصر كان لاب شنو؟ اللي هو الرياكتر يصير بحث فاعل بحثي ومصقر فيه تجارب نعمل فيها تجارب نشوف الفيشن بيحصل كيف
يعني بنعمل شنو؟ عبارة عن رياكتر صغير نشغله عشان نبني الكبير. شكرا يا ابو حميد. شعورك شنو تخرجت من الهندسة النووية؟ شعور جميل جدا والله. كون الزول يعني مسيرة 8 سنة سنة 2014 لغاية ما تخرج 2022 مع الصعوبات اللي واجهتنا من مظاهرات في الجامعات وعدم توفر المعامل وعدم توفير الدكاترة برضو كل يعني حاجات يعني واجهتنا صعوبات. حابب تمشي المجال ده احمد اللي قدام مجال الهندسة النووية؟ والله يعني حافي يعني شغل وطور فيه وزاد يعني في دراسات ماجستير دكتوراه. ان شاء الله ان شاء الله. يا باشمهندس احمد، عرفني انك انت حولت من هندسه نوويه لالكترونات، الميزات شنو خلتك تحول من نوويه لالكترونات؟ والله يا هندسه نوويه كويسه طبعا مجال ظابط، لكن هنا في السودان ما متوفره، في حاجات كثير ما متوفره في بالنسبه للهندسه النوويه، عشان كده قررت انه احول هندسه الكترونات. طيب الالكترونات كيف تدينا عنها نبذه؟ احنا هنا بالالكترونات عندنا ثلاث اقسام رئيسيه، اول حاجه هندسه الاتصالات، ثاني شيء هندسة الحاسوب، ثالث شيء هندسة الكرات الصناعية اللي أنا أكلي. هندسة الاتصالات دي بتوعنا بالاتصالات العادية دي، مش اللي شركات مازين وشركات مازين مزين كده. أما الحاسوب دي بتوعنا بالبرمجة وتصميم المواقع، والكرات الصناعية بتوعنا بتنظيم التحكم دي الثلاث أنصات حق الإلكترونيات. يا فرص عمل في السودان متوفرة؟ كثير شديد متوفرة بنسبة كبيرة جديد، عشان دي الحاجة الرئيسية خلتني انه انا احول من النووية لإلكترونيات. يعني ما ندمان؟ انا خلاص هاي ما ندمان، هسي واضح انه الناس اللي معي كانوا دفعة دي تخرجوا بعدين بسنتين. توفيق يا احمد. يا باشمهندس صديق، لو رجع بك الزمن لخمس سنين اللي ورا بتقرا هندسة نووية؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للمجال حاليا في سوق العمل يعني نووي دي حاليا شغل ما في السودان، لكن مستقبليا 5 7 10 سنه لقدام حيكون فيها شغل السودان. اي هندسه نووي دول انت بقرا هندسه نوويه بيستغرب يقول لك انت تشتغل مع ايران متفجرات وكده، ما عنده علاقه بالحياه دي. الشغل لا اكثر من اقول لك انه 99% شغل سلمي، شغل سلمي بالنسبة لمثلا التوليد بتاع الكهرباء اللي هو قريتنا نحنا محطات عديد بتشتغل بتوليد بتاع الكهرباء، الوقود حقها حيكون يورانيوم. بالنسبة لباقي المرحلة بتاعت التوليد في المحطة حيكون مشتغلين شغل ناس كهرباء. يعني أهم حاجة الشغل الأول حاجة بتاع التسخين بتاع الموية، شغل بتاع الانشطارات إنه اليورانيوم والفيشان والحياة دي، ده في جمال مجال الكهرباء. في المجالات العامة بالنسبة لي تخدم تخدم الإنسان في حياته، المجالات الطبية مثلا أنا بعمل مفاعل بتاع أبحاث مطلع منه نظائر مشعة واستخدمها في الطب مثلا زي علاج السرطانات الغدة الدرقية، حياة كثيرة في المجالات الطبية خاصة. ممكن يكون مجال تاني نعمل مفاعل بتاع أبحاث يكون للتدريب للترينيك ودرس فيه الطلبة بتاع السودان ذاته، وممكن تستضيف ناس من برا جانب إذا كان طلبة إذا كان ناس عندهم ماجستير عندهم تجارب، ده حيدخل بالنسبة للدولة. يعني بترجع بتقرأ ثاني هندسة نووية ما عندك مشكلة؟ هاي ما عندي مشكلة. نصيحتك شنو للناس اللي بيقروا هندسة؟ والله يا أخي مجال ظابط شديد يعني. لا ما مجال هندسة نووية، عامة هندسات يعني. لا في هندسات عامة هندسات كويسة شديد، بس إنه دار اجتهاد وتربطها لازم تربطها بالشغل العملي. يعني أنت في سنة ثالثة في سنة رابعة مفروض تشتغل شغل عملي في مجالك ذاته. إذا كان ترينينج، إذا كان تحضر ورش، تحضر سيمينارات، تحضر الانجليزي والكورسات كيف؟ بالنسبه للكورسات دي اهم كورسات الانجليزي والحاسوب في اي مجال، يعني ما شرط انه في مجال الهندسه بس، في اي مجال في المجالات الادبيه في المجالات الهندسيه في الطبيه الانجليزي والحاسوب اهم حاجه. تسلم يا باشمهندس. جزاك الله خير يا صديق. يا شباب الحمد لله ده كان اخر حاجه اخر لحظات منا ومارقين هسه حاليا اذان المغرب اذان ونحن مارقين من الجنوبي والجماعه دي الغادر الجنوبي ان شاء الله خروج بالعوده ان شاء الله نخرج ونحن نخرج قريبا باقي ايوه عقبال العريس ده العريس من جد عقبال انا عقبالك. السلام عليكم. اشتراك يا جماعه اشتراك اهم شيء، الاشتراك واللايك واللايك والشير.